من المغرب؟ ايه عرفته. شو جابه هلا؟ وبده يضل للعيد كمان؟ وين بده ينام؟ ايه فهمت عليك. دقيقة لا اسأل سوسان. سوسان بتعرفي لك شي أكلة بحبوها أهل المغرب لأنه جاي لعنا ضيف مغربي وخايف ياسين تطبخ له أكلة من أكلاتنا تقوم ما تعجبه؟ مغربية؟ لك إيه مغربية مو أكلة شامية. يا عم قلك مغربية. لك شو بنا سوسان أخذ عليك الصيام؟ بيظهر أنت يلي أخذ عليك الصيام. عم قلك مغربية، هي الأكلة اسمها مغربية. لك هيك قولي من الأول. بتصدقي هلأ لانتبهت. بس هي الطبخة كيف تنطبخ؟ لك ما فيها شي، شوية لحمة موزات وخضار مشكلة، جزر وكوسة وبراسيا وظرفين حب اسمها الكسكسي. هي شعبة خضار. لك لا تكون بصلتك محروقة حنان، اختي ياسين على التليفون عم يستنى، هلا بشرح لك اياها. منين نجيب هذا الحب؟ من السوبر ماركت، هذا محطوط بظروف صغيرة، هذا الحب بيستوي على بخار الخضار وبينفش، بس يستوي بتحطيه بصحن لحاله وبتقدميه جنب الخضار واللحمة الموزات، شلوني معك؟ ايه دقيقة لألو ياسين. ألو ياسين؟ اسمع كيف تنطبخ المغربية. سمعت كل شيء وتذكرت هاي الأكلة لأنه جدي لما رجع من حرب السفر برلك بالمغرب كان يطبخ لنا إياها دائما. هلأ لا تخلط عباس بدباس. السفر برلك صار بالسودان مو بالمغرب. اي صححي معلوماتك، السفر برلي صار بقناة السويس بمصر. اي مو مهم. شوف ياسين مازال تذكرت الطبخة قصدي عرفتها، روح جيب انت الاغراض لبين ما انا اجي لعندك. يلا بخاطرك. لك صحيح السفر برليك لا بالمغرب ولا بمصر، حتما بالهند على ما اظن. ايوه اهلين هيثم، وينك لهلا؟ تأخرت علي؟ خالق أبو رياح كان واعي بمشكلة وعلقنا معه. هلا عيننا من خالق أبو رياح وعود لقلك. خلينا نفكر ونخطط على برنامج سياحي مشان هذا ضيفنا. هات شوف شو بدك. بالنسبة للأكل ليك لك فكرة، خبرتني أختك حنان هلا بالتليفون وقالت لي على طبخة اسمها مغربية. سجل لي عندك شو بيلزمنا لهالطبخة؟ شو بيلزمنا لهالطبخة؟